اللي اشوفكم اليوم شنو فطورنا. اول شيء هنا عندي راح اسوي تمه العنبر باللحم، يعني عجبني اسوي هيك طريقه. وهنا عندنا دجاجه، سويت يعني تتبيله جديده وهسه اخليها بالفرن. هنا سويته كفته، وهنا سويته هالشكل بالفرن. خلي زيت اللحم والبصل نضيفه، طبعا هي كمية قليلة راح اسوي، بس الجدرية شوية كبيرة. هسا راح اخلي الدجاجة بالفرن، صار لها فترة متبلة. اضيف فلفل اسود وملح، اضيف التمن العنبر المغسول، اقلي الكفتة من هسا على مود بعدين اطب البيض. على مود كل شي جاهز. شلون صار بالضبط هيك؟ عاجبني التمن وعنبر يخبل يصير. راح اخليه يتهدر شويه واغطي. كلش صار فتره عاجبني اسوي تمن واسوي وياه لحم، خصوصا العنبر كلش يطلع طيب. فسويته. طبعا اني مكمله الغداء، كملت مثل ما شفتوا، وميكي صديقتي خابرتني قالت لي تعالي يا ابن فاسر حجهز حالي وراح اروح. هاي يوم يعني هم الوحيدين اللي اني اروح لهم، ويعني احسهم مثل اهلنا وهذي، عرفت شلون؟ فهسه راح اجهز حالي. هسه احنا ثاني يوم رحنا يم ميكي ورجعنا، وهسه احنا ثاني يوم هم راح يجون يمنا، فسويت لهم برياني وهسه راح اشوفكم. يلا جاهزين اشوفكم برياني؟ يلا. يا سلام، هاي برياني. شوفوا يا عيون اهلكم. يا نونو جاب لي ورده وياه. هسه احنا مجتمعين راح نفطر. اصب بعد هنا. هاي هني انا دا اصبه. ناي دا نلعب دومنا. وهسه اشوف لكم فيديو واروح نفتح لايف، تمام يعني اسمعتوا؟